مضيضها. هذه ليست قنينة ماء، إنها كاميرا. تحذير: بعد مشاهدتك لهذا الفيديو وتتعرف على هذا المنتج الخطير، المرجو منك أن تقوم بإرساله عبر الواتساب لكل أفراد أسرتك، أصدقائك، وأي شخص تخاف على سلامته، لكي لا يتم تصويره واستغلاله. سلام، معكم صديقكم محمد بن بي في حلقة جديدة على قناة العناكب. حلقة اليوم هي أخطر حلقة على قناة العناكب، حلقة خطيرة جدا. كما تعرفون على القناة أقوم دائما بشراء مجموعة من المنتجات الغريبة ونقوم بعرضها أمام الكاميرا. هذه بقى الفيديوهات والقناة مليئة جدا بالمنتجات الرائعة، لكن أصدقائي الأعزاء ما حضرته اليوم، فكرت هل أقوم بهذا الفيديو أو لا، لكن في النهاية قلت يجب أن تعرفوا هذا الجهاز. إذا لاحظوا معي في البداية ماذا يظهر لكم أصدقائي الأعزاء؟ ماذا يظهر؟ قنينة ماء؟ لا، هذه ليست قنينة ماء، إنها كاميرا. سأريكم كيف يتم تشغيلها وكيف يمكنهم بهذا الشيء أن يتم التجسس عليكم لأزيد يعني من 4 إلى 5 ساعات من التصوير ولن تشعر. إذا أول شيء لإستفادة العلبة هي القنينة، الغطاء الخاص بالقنينة، الكاميرا سأريكم كيف يتم تركيبها في القنينة، الشاحن، كابل USB. ولتكون هذه القنينة حقيقية لابد من وجود الورق الذي يحيط بها. إذا كيف تشتغل هذه القنينة أو هذه الكاميرا؟ كما تلاحظون هناك مكان فارغ هنا يمكنك من خلاله وضع هذه الكاميرا والتي تحتوي على كارت ميموري تدوم 4 ساعات من التصوير. بعد ذلك هناك زر في الأسفل سنضغط عليه حتى يشعل اللون الأزرق. كما تشاهدون الآن هو يقوم بالتصوير، لكن كيف يتم التمويه بهذه الكاميرا؟ كما تلاحظون هذه الورقة التي سيتم تلصيقها على هذه القنينة لتثبيت الكاميرا. في هذه الورقة هنالك ثقب، لا أعرف هل تشاهدونه أو لا، هنالك ثقب يجب أن نقوم بوضع عدسة الكاميرا مع الثقب مباشرة. وطبعا هذه الورقة بها الشريط اللاصق ليتم تثبيتها بشكل جيد على القنينة. إذا كما تشاهدون هذه قنينة الماء بها ماء، طبعا الورق الخاص بالماء المعدني، كذلك غطاء الخاص بالقنينة، كل شيء طبيعي. يمكنني كذلك أن أقوم بشرب الماء من هذه القنينة يعني بشكل عادي. بسم الله، كما تلاحظون شكل عادي جدا، لكن ماذا لو أخبرتك أنها تقوم الآن بتصويرك؟ تلاحظ هنا هنالك ثقب صغير جدا في الورق موجود في كل الأوراق الموجودة مع هذه القنينة، وهذا الورق أو هذا الثقب مربوط مباشرة مع الكاميرا الخاصة بالقنينة. إذا هو يقوم الآن بتصوير بزاوية 90 درجة. تخيل معي شخص يمسك هذه القنينة ويقوم بتصوير أي شخص آخر، أو تخيل معي هي موضوعة في أحد المنازل أو في أحد الأماكن التي لا تظن أنه سيتم تصويرك بها. هي تقوم بتصوير بدقة 1080 درجة يعني 4 HD، الصوت جيد، كل شيء جيد، وكذلك كما أخبرتكم التصوير بهذا الشكل. سأقوم بتجربة وسأقوم بتصوير نفسي. لاحظوا يو أصدقائي الأعزاء، الآن أقوم بالتصوير عن طريق الكاميرا الخاصة بالقنينة. تخيلوا ما يقوم بتصوير عن طريق قنينة، يعني شيء خرافي جدا وخطير. ما رأيكم يعني بجودة التصوير؟ أتمنى أن الكواليتي الخاصة بالصورة تكون جيدة، وكذلك بالنسبة للصوت أظن سيكون مشكل بسيط، خصوصا أن الصوت يعني من وراء الورقة، لكن التصوير سيكون يعني بزاوية 90 درجة. لا أعرف هل يظهر لكم هذا الشيء الآن، وكذلك أتمنى أن تكون يعني قد فهمتم فكرتها وخطورتها. إذا أصدقائي الأعزاء بدتم الآن تعرفون قوة هذه الكاميرا وعلى أنها تصور بجودة عالية وخصوصا بزاوية 90 درجة، يعني تصورك أينما كنت حتى لو كانت زاوية صغيرة جدا هي تقوم بتصوير زاوية أكبر. تخيل معي ماذا يمكن لأي شخص أن يقوم بهذه القنينة أو بهذه الكاميرا. سأضع لكم في الديسكريبشن أو في صندوق الوصف الرابط الذي اشتريته من هذه الكاميرا، وخصوصا لتدخلوا وتعرفوا ثمنها، وكذلك مجموعة من الأشكال الخاصة بقنينات ماء موجودة، كذلك يمكنكم أن تتعرفوا على جميع الأشكال. الشيء المهم أنت الآن تعرف على أن هذه الكاميرا، لكن ماذا عن أبيك، ماذا عن أمك، إخوتك، أصدقائك، أبنائك إن كان لديك أبناء؟ الآن الدور عليك، قم بأخذ الرابط الخاص بهذا الفيديو وانشره لكل أصدقائك وعائلتك عبر الواتساب، وأخبرهم على أن هذه كاميرا وليست قنينة ماء. أخبر أصدقائك بذلك، وكذلك لا تنسى أننا سنلتقي يوم الجمعة مع فيديو آخر كالعادة يوم أربعاء وجمعة على قناة العناكب. كان معكم صديقكم محمد بي ومنتج جديد. سلام.